تتخيل إلي أن أشياء تجري ها هنا وأود أن أعرف تفسيرها. أنا أسمع، فليقل أحدكم شيئا. الويل لنا، هذا ما جنيناه من إحساننا إليه. هل ترى كيف يراود زوجتك عن نفسها؟ ما هو جزاء من أراد بأهلك سوءا وراود زوجتك عن نفسها إلا السجن أو العذاب الأليم؟ زليخة هي التي دعتني إليها وراودتني عن نفسي. أنا رأيته يدخل على السيدة في مخدعها ويراودها عن نفسها. يا عالي المقام، أعلم أنك سترد علي كل دليل أتيك به على براءتي. أنت سوف تنحاز رغما عنك إلى زوجك لكي تحفظ ماء وجهها أمام الناس، ولا أحد يجرؤ على أن يشهد ضد السيدة زليخة خشية أن تطاله شرارات غضبها فتزهق روحه ويصبح نسيا منسيا. لا تثر غضبي أكثر من هذا. أنا أبحث عن الدليل والشاهد لكي أعرف أيكما هو المذنب. لا دليل عندي لأسوقه على براءة من الذنب، ولا نديمة لي لكي تشهد زورا لصالحه. إذن أنت مدان ويجب أن تعاقب. حكمتم علي بالخيانة من غير دليل، لكن الحقيقة لا تعد ما قلته. هي التي استدعتني إلى حجرتها وراودتني عن نفسي، وأنا لا شاهد عندي سوى الله ربي. أنت دخلت على زليخة في خلوتها، كلمة ما شهدت بذلك. الكل يعرف أن السيدة زليخة هي المذنبة، لكن لا أحد يجرؤ على الجهر بذلك. استدعي شاهدك ليحضر إلى هنا ويشهد لصالحك. إن الله ربي يرى مقامي الساعة ويعلم أنني يفترى علي، وما أعظمه من بلاء أن يتركني وحيدا. لا أخال أنك ستصدق كلمات هذا العبد. إذا عجزت عن تقديم دليل على براءتك فلن أتوانى عن إزهاق روحك من فوري. يا عالي المقام، شاهدت يزرسيف وهو يجتاز ممر القصر، ومن ثم يلاعب كيسين قليلا هذا الولد الذي تسمعون صوت بكائه الآن. بعدها دخل ممر الأبواب السبعة وأغلقها. كنت في حجرتي أخلد للراحة، فالتفت لأراه واقفا فوق رأسي، صرخت بأعلى صوتي فإذا به يلوذ بالفرار. استدعوا لي القائد رودامون. يوزرسيف يجب أن يعاقبها هنا. ولكن دعيني. أين هو؟ من هو الشاهد؟ استدعه ليحضر فورا. حتما سوف أستدعي شاهدا لا يعرفني ليكون لي نصيرا، ولا يعرف السيدة زليخة ليكون لها عدوا، ولن يتاح له أن يفقه لصالح من يشهد وعلى من يدعي، كما أنه من أنسباء السيدة زليخة ويفترض بشهادته أن تكون إلى صالحها هي. قل من هو؟ استدعيه فورا ليحضر عندنا قبل أن أقتص منك. شاهدي هو هذا الطفل الذي تسمعون صوت بكائه الآن. هل تحاول أن تسخر مني؟ أقسم عليك بالإحسان الذي أحسنته إلي أن تبعث ليؤتى بالولد إلى هنا لكي يشهد. أن للطفل الرضيع أن يشهد لصالحك هذا مستحيل. لا بأس بذلك، أحضره إلى هنا. أنت
مقام بوتيفار. هذه ابنة عمتي سيتيني وهذا طفلها، قل لهما أن يشهدا. كيسين اشهد بالحق، قل ما علمك إياه الله الأحد. هيا. كيسين اشهد بالحق. أمتثل لأمر الله الأحد وأردد كلماته، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. نطقت يا عزيزة أمك. أردت أن تخدعيني بدموعك وبكثرة بكائك. حقا إن كيدكن يا معاشر النساء لعظيم وكبير. أعتذر إليك من التهمة التي اتهمتك بها. اصفح عني وعن زوجتي زليخة واكتم علينا هذا الأمر ما حييت أبدا. لا يحق لأحد منكن أن يحدث الآخرين عما سمعه، وإذا تجرأتن على إذاعة ما حصل هنا فالعقاب عسير. اذهبنا. وقال